كابتن اسامه الف مبروك، ويبقى النادي الاهلي دائما وابدا هو مصدر الفرحه والسعاده الحقيقيه لجماهير الكره المصريه. الحمد لله، يعني مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك للاداره، للاعبين، للجهاز الفني، لكل من ينتمي للنادي الاهلي، مبروك للكره المصريه بصفه عامه الوصول للدور قبل النهائي في بطوله انديه العالم. الحمد لله على المكسب. ما كناش في احسن حالاتنا النهارده، ولكن احيانا بتحتاج المكسب، يعني بيبقى الاهم. فربنا الحمد لله وفق وقدر مجدي قفشه يجيب كره يجيبها جون وكسبنا بيه، فده كان الاهم في الموضوع. طبعا الاداء النهارده ما كانش على المستوى اللي يامله جمهور النادي الاهلي واحنا، ولكن ده طبيعي احيانا بيحصل في الكوره. لكن زي ما الكابتن شريف قال، عندنا مباراه مهمه جدا اللي جايه مع ريال مدريد، محتاجه وقفه وشكل غير كده وتفكير غير كده، لانك انت هتلعب في مستوى تاني خالص. الفرقه بتاعت سياتل النهارده فرقه مجتهده، بيجروا كتير، عندهم قوه بدنيه، ولكن طبعا يمكن كان الكابتن زكي عبد الفتاح قال انه ممكن 60 70 دقيقه وهيبتدوا يهدوا، يعني لانه من جايين من فتره اعداد، وده حصل. النادي الاهلي كمان حتى بعد التغييرات لقفشه وعبد القادر وشريف ابتدى يسيطر على اللعب، ابتدت يبقى في بعض المحاولات مش خطيره جدا، ولكن ابتدت في سيطره على خد نجم المباراه. طبعا بيرستاو ادى مباراه جيده النهارده، ولكن بصفه عامه يعني الشكل بقى افضل نسبيا، بقت في سيطره شويه. ولكن ان شاء الله مباراه ريال مدريد عايزه شكل تاني خالص واستعداد تاني خالص وتفكير تاني خالص ان شاء الله، انك انت هتلاعب فرقه طبعا ابطال العالم، يعني او واحده من اهم فرق العالم في التاريخ كله يعني. صحيح.